تبدأوا. أذكركم مرة ثانية، المطلوب أنكم تنقلوا الكرة بشكل متوازن إلى الصندوق الموجود في آخر الحقل. الأمر الآخر، إذا سقطت الكرة من فوق العمود يجب أن تعودوا من البداية، معكم محاولتين لكل كرة، ما لم ستخسرون حق نقل الكرة في المرة الثالثة. شباب ابدأوا من الآن، الوقت بدأ. بسم الله. ارفع يا باشا، وقف وثبته. سد الحبال. شباب الآن بدأوا، مرسل وذكي ومشير بدأوا بشكل جميل، وبدأ التفاهم بينهم، وإن شاء الله أنهم ينجحوا. إلى الآن الأمور طيبة، ركزوا يا شباب، الاستعجال مو مطلوب، أهم شيء أنه إحنا نوصل بالسلامة. الوصول بالسلامة يعني الحصول على 100,000 ريال جائزة الجولة الأولى. ذكي حاول يرفع. برافو برافو يا شباب، قربنا، أقل من 10 متر للوصول للصندوق، أقل من 10 متر. ذكي يرفع، ذكي يرفع. خلينا كذا تسير الكرة على هذا الاتجاه. برافو والله برافو، خلاص وصلنا إن شاء الله. ها عيني عليكم باردة، عيني عليكم باردة. يلا برافو، أنت ما نحسدهم، ما نحسدهم. بالهدوء وصلوا الكرة، برافو، يلا بسرعة بسرعة. الثانية الثانية، الوقت 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 يا شباب، خلاص ارموا الـ ارموا الـ الـ هذا الأول. الآن 2:28، يلا يلا يا شباب. وازنوا الخيط الآن. مرسل يرفع، مرسل مرسل، خليك رافع يا مرسل. ذكي يلا الآن. حلو، بدأنا 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 بالكرة الثانية، بدأنا بالكرة الثانية، بدأنا بالكرة الثانية. حلوين حلوين، هذه المحاولة الأولى. يلا يلا، باقي معاكم محاولة، يلا بسرعة بسرعة يا شباب، الوقت، ما لكم هادئين، المفروض تسقط الكرة تجروا جري تأخذوها مرة ثانية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، توضيعة السقاف، توضيعة السقاف حتعمل فارق. خلاص خسرتم. يلا الثالثة الثالثة الثالثة، هذه بهديك. يلا حاولوا، إذا فيها مشكلة بننقلكم. اهزم هنا شوية. مرسل. هذه أول محاولة. يلا حلوين، الآن الشباب قربوا على 6 دقائق، نجحوا في إيصال كرة، وهذه الكرة الثانية الآن في الطريق إلى الصندوق. هل حينجح الفريق الأصفر من أهالي هذه المنطقة؟ معليش يا شباب. الآن مشاهدي الكرام، دور الفريق الأخضر. الفريق الأصفر للأسف الشديد أوصلوا كرة بنجاح، فشلوا في إيصال كرتين، وبالتالي أخذوا من الوقت 5:59، يعني تقريبا 6 دقائق. الفريق المصعب وسهل والشباب كيف، وطارق كيف شايفين؟ الله خير، جاهزين؟ يلا يا شباب ابدأوا الآن. هذه المحاولة الأولى، انتبهوا يا شباب، ركزوا. إذا أوصلتم كرة حتتعادلوا مع الفريق الأصفر، إيصال كرة حيوصلكم للتعادل. هذه الثانية، يلا الكرة اللي بعدها. غير اللون. يلا الكرة الثانية.
فواز، فواز من عندك المشكلة، أنت بتتأخر، الشباب بيرفع وأنت بتتأخر. بدل يلا يا شباب، الوقت بيمر عليكم. هذه الثانية. لحظة. لا هذه الكرة الأولى في المحاولة الثانية، باقي لكم محاولة. باقي لكم محاولة. يا شباب اهدوا. يا شباب اهدوا. الهدوء يا شباب مطلوب. الهدوء مطلوب، أصحابكم شوفوا طلعوا الكرة بهدوء وثبتوا شوية. فواز المشكلة عندك. ما بترفعش. ما بترفعش، ارفع يدك. هذه الثانية، خلاص هذه المحاولة الثانية، باقي معاكم كرة. باقي معاكم كرة. الكرة الثالثة الآن، الفريق الأخضر لم ينجح حتى الآن في إيصال أي كرة. فواز قدك بتشوف نفسك أنت اللي عامل الكرة كذا، العمود قده كذا لأنك ما بترفعش مع زملائك. نسق معهم، شوف يد أصحابك وين وأنت يدك فين. مشكلتك يا فواز، باقي لكم آخر محاولة، آخر محاولة. يا فواز، يا فواز انت شوف لما انا ارفع مع اصحابي مش شد الحبل، انت بتشد الحبل الصليب. سيب انا احاول انه مع اصحابي اظل متوازن معاهم، شوف مين الخلل بينهم، مين اللي راخي، وبعدين ما يمشي شد الحبل الصليب، بس يرفع لفوق، يرفع لفوق. ايادينا لو هي فوق كذا بترفع بهدوء. اخر محاوله لكم، يلا انا ماشيش اخسركم تخرجوا منا عطل الجوله الاولى. خلاص يا شباب خسرتم المرحله الاولى، يلا تفضلوا مع بعض. اذا مشاهدي الكرام المرحله الاولى انتهت، والنتيجة كانت نقطة للفريق الأصفر مقابل لا نقاط للفريق الأخضر. هذا يعني أنه الفريق الأصفر حسم أول 100,000 ريال، ونحن سننتقل الآن إلى المرحلة الثانية، جائزة 150,000 ريال. إما حتعادلوا مع الشباب، وإما حياخذوها ويصير رصيدهم كام؟ 250,000 ريال. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين الفريق الأخضر؟ جاهزين على بركة الله. وأنا جاهز بعد الفاصل إن شاء الله، خلوكم معنا.